هذا وأكدت مجموعة من المسؤولين والمشاركين في مؤتمر ومعرض بايدك 2017 أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمعرض على أرض البحرين، خصوصا في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، مشيدين بدور مملكة البحرين الفعال في مكافحة التطرف والإرهاب والمساهمة ضمن الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة. احنا لما نتكلم عن قيام هذا المؤتمر ومشاركة هذا العدد الكبير من الدول من مختلف العالم تأكد على أهمية البحرين كدولة موجودة في منطقة الخليج العربي، اللي فعلا لما تنظم هذه المؤتمرات تنظمها بطريقة فعلا فيها تبادل المعرفة والخبرات بينهم، وفي نفس الوقت فرصة للمشاركين اليوم من كل دول العالم، من أمريكا، من أوروبا، من آسيا، للتبادل والتباحث في هذه المؤتمرات وعرض ما عندهم من الخبرات والتبادل إن شاء الله والتعاون اللي يكون فيما بينهم. المؤتمر حقيقة يأتي في وقت يعتبر من أصعب الأوقات فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، كذلك فيما يخص منطقة الخليج العربي، لوجود كثير من التهديدات المحيطة بالمنطقة، منها الدول الراعية للإرهاب، منها الجماعات الإرهابية، القرصنة. المنطقة تمر بكثير من التغيرات والتأثيرات فيما يخص الأمن، وخصوصا الأمن الوطني لدول الخليج العربي ودول المنطقة كاملة. نلاحظ إن شاء الله أنه الطريق الأمور تمشي في الطريق الصحيح لمكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى الوطن العربي، وزي ما تعرف أن أصبحت الإرهاب موجود في كل، بالذات في دول الخليج العربي، بجوار دول الخليج من الشرق، من الشمال ومن الجنوب، سواء في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في دول كثيرة، ولكن إن شاء الله يتغلبوا. فشكرا لمملكة البحرين على الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر. مبادرة تنظيم هذا المؤتمر في حد ذاته كفضاء للنقاش والحوار جاد حول سبل خلق منظومة متكاملة وموحدة في نطاق هذا الرؤية الجريئة لمواجهة هذا الخطر الذي يعتبر خطرا متجاوزا للحدود الجغرافية. أعتقد بأن من هذا المنظور المؤتمر يعتبر مساهمة حقيقية في فتح نقاش ما بين الخبراء والمختصين والاستراتيجيين وصناع القرار وكل المهتمين بقضايا الإرهاب. I think that His Royal Highness Sheikh Nasser أعتقد أن سمو الشيخ ناصر بن حمد قام بجهد رائع لإقامة هذا المؤتمر. تجولت اليوم في المعرض ورأيت الكم الهائل من الشركات الحديثة والقديمة من مختلف دول العالم. المؤتمر سيناقش مواضيع هامة، وأعتقد أنه سيكون فرصة مميزة لاستعراض مواضيع هامة واستراتيجية تهم المنطقة. البحرين شريك فاعل في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله لوقت طويل. البحرين شريك فاعل مع الولايات المتحدة أيضا في مجموعة من التحالفات التي تهدف لمحاربة الإرهاب. عملنا مع البحرين ومجموعة من دول الخليج، وأثق تماما أن هذا التعاون سيستمر. البحرين تبنت مجموعة كبيرة من المبادرات الحيوية في هذا المجال، ونتطلع دائما للعمل مع البحرين لمواجهة مختلف التحديات. أعتقد أن يعني المعرض ولا المؤتمر في وقت احنا في أمس الحاجة إلى هالنوع من المناقشات، لأن احنا داخلين على متغيرات كثيرة في هالعالم، وكأنه فترة مخاض. الإرهاب قاعد يضرب أطنابه في كل دول العالم، ما استثنى أي دولة كانت يعني من دول متقدمة ديمقراطية ولا دول متخلفة، الجميع يعاني من هاي الإرهاب. وبدون أن يكون عندنا تحالفات عسكرية مدروسة سياسيا تنظم وتنسق المصالح المشتركة بين الأعضاء من هاي التحالف، ما راح نقدر نخطو خطوة إلى الأمام في ظل تضارب مصالح وتعارضها. لكن هالنوع من المؤتمرات يبلور أي نوع من الاختلافات ويحطها في ضمن إطار، لأن جهودنا كلها واحدة، سواء كنا إحنا كبحرين ولا كتحالف رباعي ولا حتى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. الجميع يشتغل لنفس الهدف، بس بحاجة إلى تنسيق، وهالنوع من المؤتمرات يخدم هالدرجة من التنسيق.